كانوا كيقوموا كذلك باستعمال ما يسمى القتل كلا بحراسة إذا ما قدمهم شي عائق، قاموا بسرقة أسلحة نارية إحداث الثقب في العجلات ديال السيارات. هادو الاشياء المحجوزه في القضيه هذا، الا كتشوفوا الاسلحه الناريه، الخراطيش اللي كانت تزودوا بها واحد القسم من افراد العصابه اللي جاوا من مدينه مراكش، هادو الاسلحه البيضاء، الادوات الحديديه اللي تستعمل في كسر الابواب، هناك القفازات اللي عاد تفرض البصله، الشخص حتى هو كيبيع المخدرات. إذا السرقة المقرونة بجناية القتل، التعذيب والتهديد بارتكاب الجناية. انسبقت مدينة أكادير على وقع جريمة سرقة على الطريقة الهوليودية. كان ضحيتها رجل يبلغ من العمر 70 سنة.